وزارة الثقافة والسيد رئيس المجلس الإقليمي والسيد رئيس المجلس الجماعي للعرائش سيد المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة سيداتي سادتي إخواني أخواتي الشعراء ضيوفنا الكرام إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أقف أمامكم لأرحب بضيوف مدينتنا العرائش من مثقفين وشعراء وإعلاميين ومهتمين بالشأن الثقافي محليا ووطنيا كما يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المنتدى الدولي للتسامح والإبداع الثقافي أن أشكركم وأن أشكر السيد عامل المدينة والمصالح التنمية البشرية وجميع السلطات العمومية والمنتخبة على تواصلها الإيجابي مع مشروعنا الثقافي الذي يرمي إلى تنظيم مهرجان العرائش الوطني الأول للزنجل على غرار مهرجانات مماثلة في بعض مدننا المغربية تظاهرة ثقافية تكون في مستوى تاريخ مدينة العرائش ورجالتها ونسائها ومبدعيها كما يتشرف المنتدى أن يكون جامع شمل مثقفين ومسؤولين ساكنة العرائش في لحظة اعتراف تاريخية لحد أبنائها البررة لمدينة العرائش وأحد رموز الفكر والأدب ببلدنا المغرب العظيم ألا وهو المفكر العرائشي المغربي سيدي حسن الشريف طريبق.